94 سنة. ايه بقى ال 94 سنة؟ دي حدوتة حلوة قوي. رعمسيس هو اسمه المفروض كده. احنا نعرفه باسم رمسيس، رمسيس الثاني، واحد من اهم الملوك واكثرهم جدلا في الحضارة المصرية القديمة. انا ما بحبش كلمة فرعون دي خالص خالص في وصفها للحضارة. انا من الناس اللي مقتنعة جدا جدا وعلميا يعني انه كلمة فرعون لا علاقة لها بالحضارة المصرية القديمة. المهم بعد 94 سنة وزارة السياحة والآثار بتعلن العثور على رأس هذا الملك المهول رمسيس الثاني اهي. لقوها فين بقى؟ في المنيا. ايه الحدوتة؟ ايه حكاية ال 94 سنة بحث؟ يا خبر. معانا على تليفون دكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ يوسف، واهلا بالساده المشاهدين، وسعيد جدا بالمداخله مع حضرتك. لا يا فندم، ده انا اللي اسعد بكتير بكتير. انا من الناس اللي بتحب رمسيس، هو اسمه رعمسيس صح كده؟ ايوه بالظبط كده. ايوه وسر معت رع كتب ان رع رعمس اللي هو رمسيس الثاني. ايوه. ايه حكايه ال 94 سنه دول يا دكتور عادل؟ الحقيقه لو احنا قدام كشف مهم جدا هيضيف لمنطقه الاشبيلين بالمنيا، هيعمل وهيحقق زخم اثري وفني كبير جدا في الاشبيلين، وهو اكتشاف الجزء العلوي من تمثال ضخم يبلغ طوله ان شاء الله لما تنتهي اعمال الدراسه والتوثيق والترميم بتاعته حوالي 7 متر تقريبا، هيكون من اكبر التماثيل اللي ممكن نكون شفناها في مناطق مصر الوسطى كلها، اللي هي المنيا مثلا، اللي هي اسيوط، اللي هي الفيوم. حاجه ضخمه جدا تفكرنا كده بشكل التماثيل في معبد الاقصر. ايوه. فتخيل حضرتك لما يبقى اضفنا لمقصد سياحي مهم جدا وهو الاشمنين، هو المنيا، عنصر معماري وعنصر فني جميل جدا يضيف للمكان ويظهر الشكل الاصلي للمعبد بتاع رمسيس اللي مقام في مدينه الاشمنين في محافظه المنيا. عظيم. ايه بقى قصه ال 94 سنه؟ احنا بقالنا 94 سنه بنعمل بعثات استكشافية لهذا التمثال العظيم. الحقيقة العمل في الآثار محتاج مجهود شاق جدا ومحتاج حظ شوية. سنة 1930 جت بعثة ألمانية اشتغلت في الأشمونين. حلو. واشتغلت في نفس الموقع اللي فيه المعبد بتاع رمسيس اللي هو في الأشمونين، ولكن للأسف الشديد وصلت للجزء السفلي قاعدة التمثال فقط لا غير، ولم تصل للجزء العلوي من التمثال. من حسن الطالع والحظ للفريق العمل كله اللي اشتغلوا المجلس على الأطراف، ان احنا في الموسم ده تحديدا في شهر فبراير تم الكشف عن الجزء العلوي اللي تطابق مع احد القاعدتين اللي موجودين في الموقع حاليا، واصبح تقريبا التمثال لما يركب ويترمم بشكل جميل جدا بشكل علمي بعد دراسته وتوثيقه وحفظه وصيانته هيوصل تقريبا لحوالي 7 متر. يعني احنا عندنا النية ان احنا نرمم ونعيد تجميع التمثال بحيث انه يبقى في هيئته الاصلية او اقرب ما يكون للهيئة الاصلية. على فكرة فعلا احنا بدأنا نعمل دراسة كويسة جدا ودراسة مقارنة، بدأنا نعمل توثيق وتسجيل للقطع الموجودة سواء للقاعدة او سواء للجزء العلوي، وان شاء الله في سبيلنا ان احنا يتعمل مشروع كويس هيعرض على اللجنة الدائمة ان شاء الله بإذن الله. المرحلة القادمة بعد موافقة اللجنة الدائمة لخطة العمل كاملة ان شاء الله يطلع للنور ويبقى حاجة عظيمة جدا تضاف لمقصد جديد من مقاصد السياحة وكترويج للمنطقة كلها وترويج للسياحة بشكل عام. بس هنحتفظ بيه في المنيا ده. الحقيقة ان شاء الله بإذن الله هنحتفظ بيه في المنيا. لازم. لأن على فكرة هو عنصر جنبيه عناصر تانية جميلة جدا. صحيح. ان شاء الله مع ترميم البازيليك، على فكرة البعثة شغالة على أكثر من محور،
والمجلس الاعلى للاثار شغال على اكثر من محور في الاشمونين، مش بس المعبد بتاع رمسيس اللي هو اكتشف فيه الجزء العلوي من التمثال، لا بالعكس في بازيليكا من القرن السادس شغال ترميم فيها، شغالين ترميم فيها بشكل كويس جدا، اتعملت مرحله مهمه جدا. احنا في الاخر عايزين يعني ايه نظهر مدينه الاشمونين بزخامها وبتاثيرها وبقوتها الدينيه في العصور الفرعونيه المختلفه لشكلها القديم حاليا الوقت، وتبقى مقصد يعمل رواج ويعمل نشاط للسياحه في منطقه مصر الوسطى والمنيا بصفه خاصه والدوله المصريه بصفه عامه. بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور، نورتني وشرفتني دكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى.